حقيقة اليوم أولا نزف التهاني والتبريكات لكل إخواننا وأساتذتنا المعلمين والمدرسين والتربويين، وبهذه المناسبة لابد أن تتكاتف الجهود للنهوض بالعملية التربوية والعملية التعليمية. كذلك لابد على الحكومة المركزية والمحلية أيضا الاهتمام بهذه الشريحة، منها توزيع قطع الأراضي وكذلك بعض الأمور والمتطلبات التي تخدم العملية التربوية للنهوض بالبلد. الإنسان التربوي اليوم هو يجب أن يكون متكامل في جميع الأمور، لأنه يؤدي رسالة، هذه الرسالة هي رسالة مهنة الأنبياء. فنهنئهم تهنئة بهذه المناسبة الكبيرة، ومع الحفاظ على سر هذه المهنة الكبيرة. الاحتياجات كثيرة، الاحتياجات كثيرة من وسائل راحة، من وسائل دعم، من وسائل حماية من المجتمع. من البداية نقدم بالتهاني والتبريكات إلى كوادرنا التربوية، معلمينا الأعزاء، بمناسبة عيد المعلم. نتمنى عام دراسي حافل بالنجاح والعطاء ومزيد من النجاح لمعلمينا وكوادرنا التربوية. احنا نستغل فرصة عيد المعلم ونتطرق إلى أهم المشاكل التربوية اللي يعاني معها العملية التربوية، اللي هي نقص الأبنية المدرسية. هذا المشكلة الكبيرة اللي إن شاء الله ضمن البرنامج الحكومي أوجدوا بعض الحلول المناسبة لها. إن شاء الله العام دراسي هذا مكلل بالنجاح والعطاء في ظل الظروف الحالية. العملية التربوية بصورة عامة في وسط مستقر نسبيا، لا وجود لمشاكل، سواء مشاكل قليلة جدا لا تؤثر على سير العملية التربوية.